شابوه محمد رمضان، اقسم بالله شابوه محمد رمضان. يا جدعان محمد رمضان شال الفيديو لما كان قاعد في نيجيريا، وبعدين يعملوا له شعره، ضوافر رجله، ضوافر ايده زي النسوان في الكوافيرات. ولا محمد صلاح نزل فيديو فصمم، قال لك انا الحق الترند اسحبه من رجل محمد صلاح، فراح طلع مزعق للناس. وايه بقى صمت ظهرا فنطق كفرا، يعني بيرزع حاجات محدش. انت يا ابني مش دخلت جيش يا ابني؟ طلع للناس بيقول لهم لا انتوا، احنا بنجيب سلاح ويصدي ويترمى ونجيب سلاح تاني. يا جدع انت صلي على الله، اشفع فيك، ده ما فيش رشاش الا من ايد لايد. ده انت بلدك بلد الرجاله، ده جيشنا ده جاحد من 7000 سنه. فاخويا انت جاي تركب الترند، هم يعني انا عندي مشكله كل ما انت بتزعق وبتمثل وانجليش. ايه يا جماعه، ما حدش يجيب له سيره الانجليش، محمد ما جابش ثانويه عامه اصلا. بطلوا بقى تمثيل على الناس بقى، بطلوا تلعبوا بالقضية، حسبي الله ونعم الوكيل. طالما انت بطل اوي كنت تدي الطيار حقه. يا اخي يا اخي، ده انت ربنا.